اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 9 which is entitled applications on solving quadratic equations in one variable algebraically. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر الword problems بتاعت مسائل الايكويشنز. يعني هيجي لي ستيتمنت، الستيتمنت دي لما اجي انا افسرها هطلع الايه الايكويشن. يعني الليسون ده يعتبر اكستنشن لليسون 8، امتداد لليسون 8. يعني نفس الافكار بتاعت سولفنج الايكويشن هي كل ما في الامر هنرجع خطوه لورا، يديك وورد بروبلم تفسرها تطلع الايه الايكويشن. طيب في مجموعه كلمات مهمه جدا لازم تبقى انت عارفها وتعرف ازاي بحولها من فيربال اكسبريشن لسيمبوليك اكسبريشن. لو تفتكر الكلام ده انت خدته في برايمري 5، كان يجي لك كده ستيتمنت ويقول لك حولها لي الالجبرايك اكسبريشن. تعالوا مع بعضينا كده ناخد وقت شويه في تفسير معاني هذه الكلمات وازاي نعرف نحولها للالجبرايك اكسبريشن. طيب نبص كده مع بعضينا، انت الستيتمنت هيجي لك فيها مثلا يقول لك هاف اوف ا نمبر. كلمه نمبر دي لو شفتها يبقى اكس على طول، تترجمها الاكس. طب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هاف اوف ا نمبر. اوف احنا قلنا ان اوف دي يعني تايمز، يعني هاف تايمز النمبر اكس اهو، اللي هو الهاف اللي هو 1 اوفر 2 تايمز الايه الاكس. طيب توايس اوف ا نمبر، نمبر يعني ايه؟ يعني على طول تقول اكس. سبوز وي هاف اكس، طيب بيقول لك ايه؟ توايس. توايس يعني ايه؟ يعني 2. طب اوف، اوف يعني تايمز، يبقى 2 تايمز اكس اللي هو 2 ايه 2 اكس. طيب 3 تايمز ا نمبر، يعني احنا بنحاول دلوقتي نشوف الجمله انت هتفسرها ازاي ماثيماتيكالي. هنا النمبر احنا اتفقنا لما يجي لي كلمه نمبر هختار ايه؟ اختار اكس على طول. طيب بيقول لي 3 تايمز، 3 تايمز يعني 3. اوف يعني ايه؟ يعني ملتبلاي، يبقى 3 ملتبلايد اكس. السكوير اوف ا نمبر، السكوير يعني باور 2، يبقى باور 2 للنمبر اكس. طيب هنا توايس اوف ذا سكوير اوف ا نمبر، النمبر دي يعني ايه؟ يعني عندي اكس. طب بيقول لي ذا سكوير اوف ا نمبر، السكوير بتاعه اللي هو باور 2. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي توايس اوف السكوير، توايس يعني 2 تايمز الايه السكوير. طيب السكوير اوف ذا توايس اوف ا نمبر، يبقى النمبر يعني اكس، توايس النمبر يعني ايه؟ يعني 2 اكس. السكوير بتاعه بقى يبقى 2 اكس ايه سكويرد. طيب الاديتيف انفرس اوف النمبر، النمبر لو اكس يبقى الاديتيف بتاعه نيجاتيف ايه اكس. الملتبليكاتيف انفرس للنمبر، لو هو اكس يبقى الملتبليكاتيف انفرس بتاعه 1 اوفر ايه 1 اوفر اكس. كل الاستيتمنتس دي سهله، هي هتجي لك لازم اترجمها للايكويشن. طيب بيقول لي تو نمبرز وان اوف ذم اكزيدز ذا اذر باي 5. تهمني بقى الحته دي قوي، لان معظم الورد بروبلمز هتجي لك في اللقطه دي. لما يجي لك تو نمبرز ما تجيش تقول لي consider that the first number is x and the second number is y. ما ينفعش تدخل لي x و y، لان احنا بنحل الايكويشن in one variable. لو تو variables دي السنه الجايه ان شاء الله، لكن انا هنا طب اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي هو بيقول لي تو نمبرز؟ يبقى استغل الريليشن ما بينهم. يبقى هنا دايما هنتفق على كده، هنقول consider the first number is x واشوف العلاقه بقى ما بين النمبر ده واخوه. بيقول لي ايه؟ one of them exceeds، exceeds دي يعني اكبر من الثاني باي مين؟ باي 5. يعني واحد اكبر من الثاني ب 5، يبقى الثاني كام؟ x بلس 5. تمام؟ وممكن اقول x ماينس 5 شغاله برضو. يعني لو قلت السكند نمبر از x ماينس 5 شغاله. يعني كلمه exceeds دي ممكن اقول بلس او ايه او ماينس حسب انا اخترت مين اول نمبر. بيقول لي or one of them is less than the other by a by 5. اوكي الحته دي مهم، واحنا بنشوف المسائل هنشوف هنترجم الحته دي ازاي. كمان هنا sum of two numbers equal 5، يعني يعني الاثنين يكونوا 5، يعني لو واحد اكس الثاني يبقى 5 minus x، ودي برضو مهمه جدا تاخد بالك منها. يبقى انا يهمني دي ودي، انا عندي two numbers sum 5، يعني لو واحد اكس يبقى انا خدت من ال 5 جزء اسمه اكس، يبقى الجزء اللي هيتبقى عباره عن ايه؟ ال 5 ماينس الجزء اللي انا خدته، يبقى 5 ماينس الايه؟ الاكس. طب نيجي نشوف دي نفس الكلام، دي مهمه. تو نمبرز يبقى على طول واحد منهم اكس. One of them is more than twice the other by 5. هو اكبر من twice the other by 5.
more than يعني ايه؟ يعني plus. twice the other يعني ايه؟ two times التاني. by mean by five. يبقى لما تيجي تبص للنمبر ده كده ده اكبر من twice ده by mean by five. نيجي هنا بيقول لي three consecutive integers يعني three integers ورا بعض. يبقى لو الاول x يبقى اللي بعديه هنزود عليه 1 واللي بعديه هنزود على ده 1 يبقى x و x plus 1 و x plus 2 هم دول 3 ايه 3 integers. طيب لما يقول لي 3 even consecutive integers consecutive يعني ورا بعض. طب هم عايزهم even or odd. الفرق ما بين ال even وال odd لازم اسيب 1 يعني لو واحد x يبقى ال x اللي بعديه x plus 1 ده هيبقى مختلف عنه. ده لو even اللي بعديه odd يبقى x plus 2 is another even. يبقى سواء كان even او odd لو هما التلاتة ورا بعض يبقى x x plus 2 x plus 4. طيب يقول لي مثلا two numbers the ratio between them is 2 and 3. ratio يعني لما اعمل ال first divide the second يديني ايه؟ يديني 2 over 3. وزي ما انتم شايفين هنا لو قلت 2x divided 3x يديني 2 over ال 3. طيب دي مسائل بتيجي في الكومبليت كتير بقى. ال age of a man now تاخد بالك من كلمة now دي is a is x. هو دلوقتي x. اولا في المسائل بتاعت الكومبليت في الجزئية دي انت يهمك now. هو now عبارة عن مين؟ هو بيقول لك x. طيب his age after 4 years بعد 4 سنين هيكبر ولا هيصغر؟ هيكبر طبعا. يبقى هقاد ال 4 years دول على العمر بتاعه دلوقتي. يبقى his age after 5 years x plus 4. طيب his age 3 years ago من 3 سنين كان عمره قد ايه؟ يبقى عمره دلوقتي اشيل منهم الثلاث سنين دول. طيب the square of his age 6 years ago. السكوير يعني باور 2 لمين؟ لهيز ايج 6 years ago. 6 years ago يعني x minus 6 اعمل لها squaring اللي هو ايه اللي هو طالب. الجزئية دي بتيجي كتير في الكومبليت. طيب اللي بعد كده بيقول لي a rectangle whose length exceeds its width by a by 5. على طول هنفترض ان اللينث اللي سمولر اللي هو الويدز باكس. ويبقى اللينث كام؟ x بلس ال 5 لان هو بيقول لك اللينث exceeds الويدز ب 5. البريمتر توايس ده بلس ده والاريا ده تايمز ده. طيب لما يكون سكوير عندي السايد لينث بتاعه x يبقى البريمتر ايه؟ 4x والاريا x سكويرد. تعال نشوف مجموعة examples كده ونشوف ازاي هنكون ال equations ونحلها. example 1 بيقول لي a positive integer. طيب positive integer دي اترجمها انا ازاي؟ اقول consider that the positive integer is a is x. جميل. يقول لك هوز سكوير. هوز سكوير يعني ايه؟ الاكس سكويرد مالها؟ اكزيدز. اكزيدز دي هتحط لي ماينس على طول. اكزيدز مين؟ اتس دبل. اتس دبل يعني ده لما اعمله دبلنج يعني 2x باي باي دي يعني ايكوال. يبقى باي باي اي باي 8. يبقى السكويرنج ازيد من الدبل بتاعه باي 8. اوكي؟ يبقى احنا كل مره هنترجم كده نمسك الاستيتمنت نترجمها. يبقى هنا طلعت بايه من الاستيتمنت دي؟ طلعت ان كلمه باي اقول ايكوال، كلمه اكزيدز اقول ماينس. اوكي؟ طيب تعال نحلها مع بعضينا. ودي ده هنا يبقى اكس سكويرد ماينس ال 2x ماينس ال 8 ايكوال 0 تو براكتس اكس واكس بلس وماينس a تايمز 8 اديني 8 والديفرنس 2 4 تايمز 2 هنا 4 هنا 2 equal 0. يبقى انا عندي هنا ال x either ان ال x plus 2 equal 0 or ال x minus 4 equal 0 يعني ال x equal كام؟ negative 2 or ال x equal كام؟ ال x equal 4. طبعا ده rejected عشان negative هو عايز positive. يبقى then the number is 4. نيجي اللي بعديها بيقول لي the length of a rectangle exceeds its width by a by 5. في المسائل اللي زي دي بنconsider ال smaller بايه؟ بx. يبقى consider
that the width is x. طيب يبقى انا عايز مين؟ اللينس. لما نيجي بقى نشوف اللينس، اللينس exceeds the width by 5، يعني ازيد من الويدز بكام؟ ب 5. هنا exceeds يبقى انا هضيف في المساله اللي فوق، انا لما اخترت الاولاني هو اللي باكس قلت ماينس، لكن هنا انا اخترت الثاني هو اللي باكس، يبقى هنا exceeds هتبقى ايه؟ بلس. وهيبقى اللينس عندي هيبقى is x بلس مين؟ بلس ال 5. يبقى ال width ب x واللينس بي exceeds ال width ب 5. بيقول لي if its area equal 14، لازم يديك جمله تحقق بيها الريليشن. الاريا يعني ايه؟ يعني اللينس تايمز ال width، يعني ال x تايمز ال x بلس ال 5 equal كام؟ equal 14. find the length وال width. طيب انا عندي هنا نعمل distribution، يبقى x squared بلس 5x، نجيب دي هنا بالماينس، ماينس ال 14 ايكوال 0، اكس بوزيتيف اكس نيجاتيف، اي باي اي اديني 14 والديفرنس 5، واضح ان هي 7 تايمز ايه؟ 2. يبقى ايذر ان الاكس بلس ال 7 ايكوال 0 اور الاكس ماينس ال 2 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يعني هنا الاكس ايكوال نيجاتيف 7، ده طبعا ريجكتد علشان ما فيش ويدز بالنيجاتيف ساين. وهنا الاكس ايكوال كام؟ وهنا الاكس ايكوال 2. يبقى انا عندي هنا الويدز هي ايكوال 2 واللينس هي ايكوال 2 بلس الايه؟ بلس ال 5 which is 7 سنتيمتر. اكزامبل 3 بيقول لي 3 consecutive positive even numbers. طيب يعني 3 even numbers ورا بعض. يبقى consider the numbers are 2 ومين ومين؟ هيبقى x و x بلس 2 و x بلس 4. اوكي؟ طيب بيقول لي the square of the middle. السكوير بتاع الميدل اللي هو مين؟ x بلس 2 squared. ماله؟ exceeds. exceeds يبقى ايه؟ احط ماينس. exceeds مين؟ the sum of the other two numbers. يبقى sum of other two numbers يعني x بلس الاكس بلس 4. الكلام ده ايه؟ باي. اتفقنا ان باي يعني ايه؟ يعني ايكوال باي مين؟ باي ال 8. يبقى انا كده عملت فورميشن للايكويشن. فايند ذيس نمبرز، يبقى انا هشتغل على دي. طيب هنا يبقى نفك ده الاول، يبقى اكس سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند، يبقى 4 اكس بلس ال 4. هنا ماينس، انا عندي هنا 2 اكس، يبقى ماينس ال 2 اكس ماينس ال 4 ايكوال 8. يبقى x squared هنا 2x ونيجاتيف 2x يبقى بوزيتيف 2x. دي كده راحت مع مين؟ مع دي كده، وده دخلي هنا بنيجاتيف 8 which is 0. يبقى انا عندي هنا x minus x ايه؟ x plus a times a اديني 8 والديفرنس 2 4 times a times 2. يبقى انا عندي هنا either ان ال x minus 2 equal 0 or الاكس بلس ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى الاكس ايكوال 2 اور الاكس ايكوال نيجاتيف ايه؟ 4. ودي ريجكتد. ريجكتد ليه؟ عشان هو ايه اللي بوزيتيف. يبقى ذا 3 نمبرز ار ار اي 2 4 اند ال 6. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على ليسون 9. هنبدا بالتشوز. بيقول لي if the age of باسم now is x. دايما في مسائل التشوز تركز على الايدج ناو او ايا كان الايفنت اللي هو مديهولك. طيب بيقول لي then his age 3 years ago was a years. هو دلوقتي now، يبقى من 3 سنين يبقى ايه؟ يبقى واضح ان هي x minus 3. هشيل 3 years من الايه؟ من الاكس.
طيب اللي بعديها if the age of Amjad now is x then his age after 7 years هيبقى كام؟ عمره بعد 7 سنوات. هو عمره دلوقتي x، يبقى بعد 7 سنوات هزود على عمره 7 years، يبقى x plus 7. اللي بعديها if the age of Ayman 5 years ago was x. خد بالك بقى، هو قال لك 5 years ago كان كام؟ كان x. انت يهمك now، هو هنا بيسألك على الايدج ناو. زين هيز ايدج ناو از ايه؟ من 5 سنين اكس، يبقى دلوقتي الاكس اللي هي اللي فاتت دي ازود عليها 5 سنين، يبقى هيز ايدج ناو اكس بلس ايه بلس 5. طيب اف ذا ايدج اوف سالي 2 ييرز اجو ووز اكس، من سنتين كانت اكس، يبقى زين هير ايدج افتر 3 ييرز فروم ناو، يبقى انا لازم اجيب ايه الايدج ناو. الايدج ناو هيبقى اكس ايه اكس بلس 2، لان هي من سنتين كانت اكس، يبقى دلوقتي كام؟ اكس بلس 2. يبقى زين هير ايدج افتر 3 ييرز فروم ناو، يبقى اكس بلس 2 بلس ال 3 اللي انا هزودهم، اللي هي هتيكوال اكس بلس مين؟ اكس بلس 5. اللي بعديها if the age of Magdi now is x، طيب then the square of his age after 2 years is، يبقى بعد سنتين هيبقى x plus 2. طب السكوير بتاع الايدج ده يبقى x plus 2a squared. if the age of Sami now x then twice his age 5 years ago was a، طب هو now x، يبقى 5 years ago الايدج بتاعه ايه؟ هيبقى x minus 5. طب انا عايز التوايسنج بتاعه يبقى ايه؟ 2 times x minus a 5 اللي هي 2x minus k minus 10. اللي بعديها 3 times the square of the number x، السكوير بتاع x x squared 3 times السكوير بتاع number x اللي هو ايه؟ اللي هو ده ده السكويرنج of 3 times the number x. exercise 2 بيقول لي a positive integer whose square is more than 5 times the number by 36 find the number. A positive integer أترجم دي إزاي؟ أترجمها بX. Whose square أترجم دي إزاي؟ X squared. ماله الX squared is more than، more than ده يعني إيه؟ يعني الX squared أكبر من 5 times the number. طيب more than دي 5 times the number أفسرها إزاي؟ هقول إن more than دي أترجمها بماينس، يعني ده لما اشيل منه 5 times the number دي كده اهو، يعني ايه؟ يعني 5x يديني 36. تمام؟ يبقى consider that the number is x يبقى then whose square اللي هو x squared minus، ليه minus؟ عشان more than 5 times the number يديني 36. نجيب دي هنا كده بالنيجاتيف، يبقى x squared minus 5x minus 36 equal كام؟ equal 0. نكمل هنا x minus x plus a times a يديني 36 والماينس يديني 5، اشهر حاجة 4 times 9، هنا 9 وهنا ايه 4 equal كام؟ equal 0. يبقى either ان الx minus 9 equal 0 or الx plus 4 equal 0، يعني الx equal 9 or الx equal negative 4. طبعا negative 4 دي ايه؟ rejected. يبقى الx equal 9، يبقى البوزيتيف انتجر is a is 9. اللي بعديها بيقول لي an integer ده يعني x if we add twice its square، يبقى اول حاجة its square يعني ايه؟ يعني x squared. طب twice its square يبقى 2x squared. انا عملت adding، يعني ده هيبقى add عليه مين؟ to the number 7، يبقى add عليه 7. the result will be يعني هت equal 135. يبقى هنقول هنا suppose that the number is x او consider the number is x، دي هنكتبها بقى في كل المسائل. يبقى consider the integer is x يبقى then if we add
twice its square يبقى 2x squared plus مين؟ plus 7 يديني 135. ده يجي هنا بالنيجاتيف يبقى 2x squared plus 7 minus 135 يديني 0 يبقى 2x squared. الكلام ده هيبقى minus 128 equal 0. ناخد ال 2 common ب x squared minus 64 equal 0. يبقى عندي هنا 2 times x minus 8 x plus 8 equal 0. يبقى إذا إن ال x minus 8 equal 0 or x plus 8 equal كام؟ equal 0. ماليش دعوة بالطول لأنها هتروح هنا بالديفيجن تبقى 0 divided 2 is 0. يبقى ال x equal 8 or ال x equal كام؟ negative 8. الاثنين شغالين معايا؟ اه شغالين، لان هو قال لي انتجر، الانتجر يمشي معايا البوزيتيف ويمشي معايا الايه؟ النيجاتيف. يبقى so the انتجر may be x or negative 8. يبقى then the انتجر is 8 or negative 8. اللي بعديها find the rational number whose 4 times its square equals كام؟ 81. 4 times يعني ايه؟ يعني 4 times. times mean its square. its square يعني ايه؟ x squared. سهل قوي. يعني 4 x squared كان ده هيكوال كام؟ 81. نجيب دي هنا بالماينس. يبقى 4 x squared minus ال 81 equal كام؟ 0. difference between 2 squares. يبقى يديني 2x minus 9 times 2x plus mean plus 9 equal 0. يبقى إذا إن 2x minus 9 equal 0 or 2x plus 9 equal كام؟ equal 0. يبقى هنا ال 2x equal 9 or 2x equal negative 9. يعني ال x هت equal 9 over 2 or x هت equal negative 9 over 2. يبقى the number is 9 over 2 or negative 9 over a over 2. اللي بعديها a positive integer whose square يعني x squared. سهلة، بيقول لك هنا equals. equals مين؟ 6 times the number. يبقى 6 times ال a times ال x. عايز ال number. يبقى انا عندي x squared equal 6x. هدي هنا بال a بال minus. يبقى x squared minus ال 6x equal كام؟ equal 0. يبقى x times x minus 6 equal كام؟ equal 0. يبقى x equal 0 or x minus 6 equal 0. يبقى ال x equal 0 or ال x equal كام؟ 6. وال x equal 0 ده rejected. ليه؟ انه بيقول لك positive integer. يبقى then the positive integer is a is 6. طبعا ال 0 neither positive nor a nor negative. لا هو positive ولا هو negative، ولكن هو even. يعني zero is even بس مش positive ولا negative. exercise 6 بيقول لي what is the real number. real number يعني x. if it's added to mean to its square the result will be 12. يبقى انا عندي هنا ال x squared plus ال x equal كام؟ equal 12. نجيب دي هنا بالماينس. يبقى x squared plus ال x minus 12 equal كام؟ equal 0. x minus x plus a times a دي 12 والديفرنس يديني 1 يبقى 4 times 3. يبقى إذا إن ال x minus 3 equal 0 or ال x plus 4 equal 0. يعني ال x equal 3 or ال x equal كام؟ negative 4. طيب هو بيقول لي real number. الreal number ممكن يكون positive or negative. يبقى then the number is 3 or negative 4. اللي بعديها بيقول لي find a positive rational number whose square is more than. more than دي يعني minus على طول. whose square يعني ال x squared minus.
ماينس مين اتس توايس، يعني التوايس اللي هو 2x باي يعني ايكوال 48، يبقى كونسيدر ذات ذا نمبر از x. يبقى زين الاكس سكويرد ماينس 2x ايكوال كام؟ 48. نجيب دي هنا بالماينس، يبقى اكس سكويرد ماينس 2x ماينس 48 ايكوال 0. x ماينس x بلس a تايمز a اديني 49، والديفرنس 2 اشهر حاجه 6 تايمز ال 8، وال 8 هنا وال 6 ايه؟ 6 هنا. يبقى ايذر ان ال x ماينس ال 8 ايكوال 0 اور ال x بلس ال 6 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى ال x ايكوال 8 اور ال x ايكوال نيجاتيف ال ايه؟ نيجاتيف ال 6. بيقول لك عايز البوزيتيف، يبقى زين ذا نمبر is 8. طبعا ده ايه؟ ريجكتد. عشان ايه؟ عشان طلع نيجاتيف. اللي بعديها ديفايد ذا نمبر 20 انتو 2 نمبرز هوز برودكت از ايه؟ از 75. انا هقسمه ل 2 نمبرز. لما اجي اقسمه ل 2 نمبرز هقسمه الاكس وهنا 20 ماينس اكس. الحاجات دي كنت تاخدها انت كتير في برايمري 5. طيب هو عايز البرودكت بتاعهم كام؟ 75. يبقى ال x times 20 minus ال x equal كام؟ 75. دخل ده هنا وهنا، يبقى 20x minus ال x squared equal كام؟ 75. هات دول هناك عشان ال x تظبط معاك الساين. يبقى ال 0 عندي هي equal ال 75 كلام ده plus x squared minus كام؟ 20x. هنوضبها، يبقى x squared minus 20x الكلام ده بلس 75 ايكوال كام؟ ايكوال 0. a تايمز a يديني 75 والسم 20. واضح ان هي انا طبعا هنا اكس ماينس واكس ماينس 15 تايمز ال 5. يبقى الاكس ماينس ال 15 ايكوال 0 اور الاكس ماينس ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى انا عندي الاكس عندي هتيكوال 15 اور الاكس عندي هتيكوال ايه؟ 5. يبقى التو نمبرز عندي هيكونوا مين؟ 15 ومين؟ و5. اللي بعد كده بيقول لي تو ريل نمبرز الديفرنس بتوين ذيم از 5. يبقى كونسيدر ذا فيرست نمبر از اكس اند ذا اذر is بيقول لك الديفرنس 5، يبقى الثاني x بلس 5 عشان يبقى الديفرنس بينهم 5. and the sum of their squares is كام؟ 73. sum of their squares يبقى x squared بلس السكوير بتاع ده عباره عن ايه؟ x بلس 5 squared equal كام؟ is يعني equal 70 كام؟ 73. يبقى انا عندي هنا x squared بلس x squared plus twice the first time second 10x plus 25 الكلام ده equal كام؟ 73. يبقى 2x squared plus 10x plus 25 minus 73 equal كام؟ equal 0. يبقى 2x squared plus 10x هنا هيبقى minus 48 equal 0. ناخد ال 2 common، يبقى لي x squared plus 5x minus 24 equal 0. طبعا ال 2 يروح هناك بالديفيجن يروح، يعني ال x squared plus 5x minus 24 equal 0. x minus x plus a times a 24 والديفرنس يديني 5 3 times ال 8. يبقى ال 8 هنا وال 3 ايه؟ وال 3 هنا. يبقى ال x minus 3 equal 0 or ال x plus 8 equal 0. يبقى ال x عندي هت equal 3 or ال x عندي هت equal negative ايه؟ negative 8. طيب لما ال x equal 3 يبقى ال other number is ايه؟ 3 plus 5. يبقى انا عندي هنا the other is 8. طب ولما ال x equal negative 8 يبقى ال other number بكام؟ يبقى negative 8 plus 5 is negative 3. يبقى the other
is negative 3. يبقى إما 3 و 8 يا إما negative 8 and A and negative 3. Exercise 13 بيقول لي 2 integers the ratio between them is 7 to 8. يبقى هنقول consider that the two integers are 7x and 8x. اي مسائل ratio between numbers هنقول ان واحد منهم الريشيو اللي هيديها لك x والايه 2 الريشيو الثاني x. طيب بيقول لي ايه بقى and their product مفهومه their product يعني 7x times 8x is more than is more than دي يبقى هنحط ماينس يعني ده ماينس ماينس مين 9 times the greater يبقى 9 times يعني 9 times the greater اللي هو مين طبعا واضح ان الجريتر هيكون 8x مش هيكون 7x باي ايه باي 80 باي دي يعني ايه يعني ايكوال 80 هو كان الصح يقول لك بردك تو بوزيتيف انتجرز لان انا لو الاكس عندي از نيجاتيف فنيجاتيف 8x هيبقى مش الجريتر هيبقى السمولر يبقى انا لما نيجي المساله نكتبها ازاي يبقى 7x تايمز ال 8x الكلام ده ماينس 9 الجريتر مين اللي هو 8x الكلام ده هيكوال كام هيكوال 80 7 times 9 يبقى 56x squared minus 72x equal كام؟ equal 80. طيب نجيب دي هنا يبقى 56x squared minus 72x minus 80 equal كام؟ equal 0. في 8 common factor. خد بالك انا ممكن في اللقطة دي في الخطوة دي انا شايف 8 هنا وشايف 8 هنا وشايف 80 يبقى ممكن اقول dividing the whole equation by 8. يعني هنا تبقى افضل ليه لان انا بعد ما هاخد ال8 كومون فاكتور هجيبها تحت الايه تحت الزيرو يعني ممكن في اللقطه دي اعمل ديفيجن باي 8 للهول ايكويشن يبقى لو خدنا 8 هنا كومون فاكتور يبقى 7x سكويرد ماينس 9x ماينس الايه ماينس 10 ايكوال 0 ال8 تروح هنا بالديفيجن يبقى 0 ديفايدد ال8 الزيرو يبقى 7x سكويرد ماينس 9x ماينس 10 equal كام 0 طبعا واضح ان هي سيزر هيبقى هنا 7x times x وعندي ال8 تعال نجرب 2 5 لو خدنا هنا ال2 وهنا ال5 هنا ال2 كده وهنا ال5 والدايجونال ده خلاها نيجاتيف بوزيتيف كده نيجاتيف 14 بوزيتيف 5 دي نيجاتيف 8 يبقى تيجي تتفك ل 7x بلس ال5 times x minus 2 equal كام equal 0 يعني ال 7x equal negative 5 or x equal كام equal 2 هنا يبقى x equal negative 5 over 7 or x equal كام equal 2 هو بيقول لك ان هو integers ده rational يبقى واضح ان x equal 2 طب لما يكون x equal 2 يبقى 2 numbers are ايه يبقى the 2 numbers are 2 times 7 اللي هي 14 و 8 times 2 اللي هي ايه؟ ال 16. المسألة اللي بعد كده. A positive integer if we add twice its square. Twice its square دي يعني 2x squared. هقعد عليها مين؟ 2 its additive inverse. طب هو x. ال additive inverse بتاعه is ايه؟ negative x. The result will be 91. Find the number. يبقى 2x squared minus ال x اللي هو بلس ماينس اكس اللي هو ماينس اكس الكلام ده ايكوال كام 91 يبقى ال 2x سكويرد ماينس الاكس ماينس ال 91 ايكوال 0 نيجي نعملها سيزر انا عندي هنا 2x تايمز اكس ال 91 دي عباره عن ايه عباره عن 7 تايمز 13 هي صعبه شويه يعني رقم مش مشهور عندنا خالص وما بنتعاملش معاه كتير ده عباره عن 7 تايمز 13 ممكن احط هنا ال7 يبقى الدياجونال ده 14 وهنا الايه ال13 وده بالماينس وده بالايه بالبلس يبقى هيديني 2x بلس ال13 تايمز x ماينس الكام x ماينس 7 ايكوال 0 يعني 2x بلس ال13 ايكوال 0 اور x ماينس 7 ايكوال 0 يعني هنا الx ايكوال نيجاتيف ال13 ديفايدد 2 ده ريجكتد او الاكس ايكوال كام او الاكس ايكوال 7 يبقى النمبر عندي از 7 اللي بعديها
What is the real number which exceeds يبقى لو قلت الريل نمبر ده x exceeds يبقى minus its multiplicative inverse ال 1 over ال x by يعني ايه؟ يعني equal. يعني اكن المسألة بتقول لي x minus 1 over x equal 5 over كام؟ 5 over 6. هنا انا عندي الدينومينيتورز فيها 6x يبقى multiply the whole equation by 6x. ال 6x times ال x يبقى 6x squared minus 6x times 1 over x. ال x تروح مع x يبقى 6 فوق equal. هنا 5 over 6 times 6x. ال 6 تروح مع ال 6 يبقى ال ايه؟ ال 5x. يبقى انا عندي هنا 6x squared دي كده بالماينس minus ال 5x minus ال 6 equal كام؟ equal 0. هنا ال 6x تعال نجرب 2 times 3 مثلا 2 هنا وهنا 3. نيجي الناحية التانية نجرب هنا لو هنا 3 وهنا 2 هنا 3 كده وهنا 2 يبقى كده ده 9 وده 4. الديفرنس بينهم از ايه؟ از 5. نحط النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا يبقى عندي دي هتيكوال معايا يبقى 2x minus 3 times 3x plus 2 equal 0. يبقى هنا عندي ال 2x minus 3 equal 0 or 3x plus 2 equal 0. يعني هنا ال x equal 3 over 2 or ال x equal negative 2 over 3. يبقى ال real number is 3 over 2 or negative 2 over 3. Exercise 15 بيقول لي a number is formed from two digits. يبقى ادي digit اهو وادي another digit. اوكي ادي كده ده المفروض ان هو اليونتس وده المفروض كده اللي هو الايه التنس. طيب بيقول لي اليونتس ديجيت از توايس ذا تنس ديجيت. يعني ده كده لو هنقول ان هو اكس يبقى اليونتس هيكون ايه؟ هيكون 2x. طيب and the product of the two digits exceeds their sum by 9. طب ال product of the two digits, ال two digits ال product بتاعهم x times ال 2x exceeds يعني minus. minus مين بقى؟ minus their sum. طب their sum اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى 2x plus مين؟ plus ال x. الكلام ده by ايه؟ كلمة by دي يعني equal by 9. يبقى عندي هنا 2x squared minus 2x و x يبقى 3x. هنا نودي دي هنا minus 9 equal كام؟ equal 0. 2x و x a times a دي 9 والديفرنس 3 للدياجونالز. طب واضح ان هي 3 وكام؟ 3 و 3 ونخلي الدياجونال ده minus وده ايه؟ وده positive. يبقى عندي هنا 2x plus 3 times ال x minus 3 equal كام؟ 0. يبقى either ان ال 2x plus 3 equal 0 or ال x minus 3 equal 0. يعني ال x عندي هنا equal negative 3 over 2 or ال x عندي equal كام؟ equal 3. طيب واضح ده هيبقى طبعا rejected ان مش هينفع fraction عندي في اليونتس. يبقى ده كده ايه؟ rejected. يبقى اليونتس عباره عن ايه؟ 2 times 3 equal 6. يبقى the number is 36. Exercise 17 بيقول لي the square of age of سعيد now is more than 3 times his age 4 years ago by 199. Find his age now. في المسائل زي دي لازم بتفرض ان ال age now is x. يبقى consider that the age of سعيد now is x. اوكي طب المطلوبه بيقول لي السكوير اوف الايدج اوف سعيد now يعني الاكس ايه سكويرد مور ذان كلمه مور ذان يبقى ماينس 3 تايمز هيز ايدج 4 ييرز اجو. يبقى انا هجيب الايه 4 ييرز اجو. يبقى هو كان كام عمره 4 ييرز اجو يعني اكس ماينس ال 4. طب هنا كام 3 تايمز يبقى 3 تايمز الكلام ده باي يعني ايكوال. يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد minus 3 times x minus 4 equal 192. يبقى x squared minus 3x plus 12 equal 192.
يبقى x squared minus 3x plus 12 minus 192 equal 0. يبقى x squared minus 3x الكلام ده هيبقى minus هيبقى 180 equal كام؟ equal 0. x minus x plus انا عايز 2 factor لل 180 الديفرنس بينهم يديني كام؟ يديني 3. طيب لو قلنا مثلا طب تعال نجيبها هنا اهو نجيب نفتكر بقى الدرس بتاعنا divided 1 is ايه 180 divided 2 يديني 90 180 divided 3 60 180 divided 4 هيديني 45 180 divided 5 هيديني هنا 36 180 divided 6 equal 30 شغالة معانا كتير قوي 180 divided 7 ما ينفعش divided 8 ما ينفعش divided 9 يديني 20 divided 10 divided 10 equal 18 قربنا divided 12 هت equal 15 يبقى 180 divided 12 equal كام؟ equal 15 يبقى التو نمبرز اللي بدور عليهم ال 12 ومين؟ وال 15 نحط الكبير مع الساين بتاعت الميدل تيرم يبقى هنا ال 15 وهنا ايه؟ ال 12 يبقى either ان ال x minus ال 15 equal 0 or ال x plus ال 12 equal كام؟ 0 يعني ال x equal 15 or ال x equal negative ال ايه؟ نيجاتيف 12 وطبعا ده ريجكتد عشان ما فيش طبعا عمر بالنيجاتيف يبقى عندي الايدج اوف سعيد ناو از ايه از 15 اللي بعديها يقول لي هيثم از 4 years older than حنان ناو يبقى انا هعتبر ان الايدج بتاعي اللي هو ناو يبقى الايدج اوف حنان از ايه از اكس يبقى كونسيدر ذات ذا ايدج اوف حنان ناو is a is x طيب حاتم is 4 years older than حنان يعني حاتم اكبر منها 4 years يبقى ال age of حاتم is a is x plus 4 طيب and the sum of the squares of their ages now is كام is 26 يبقى sum of the squares يبقى ال x square plus x plus 4 all over square equal كام؟ equal 26 يبقى ال x squared plus x squared plus twice the first times the second plus the second squared minus ده equal كام؟ equal 0 يبقى 2x squared plus 8x minus 10 equal 0 خد ال 2 common يبقى عندي هنا x squared plus 4x minus 5 equal 0 طبعا التو تروح حاجه بالديفيجن خلاص يبقى انا عندي هنا التو براكتس عندي الاتش اكس ماينس اكس بلس واضح ان 5 تايمز 1 ايكوال 5 والديفرنس 4 وال5 تبقى هنا وال1 هنا يبقى الاكس ماينس 1 ايكوال 0 اور الاكس بلس ال5 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوال 1 اور الاكس ايكوال نيجاتيف الايه نيجاتيف 5 يبقى طبعا ريجكتد يبقى الـ age of حنان is 1 year and حاتم is a is يبقى plus 4 عليه يبقى 5 years نيجي اللي بعدها يقول لي if the age of كمال now is more than the age of his brother انيس باي كذا لا احنا اولا نكتب كده consider the age of كمال now is x دايما now اعتبره x the age of كمال is a is x طيب بيقول لي ال age بتاع كمال now is more than يبقى ايه minus than mean the age of his brother انيس باي ايه by 3 years old يعني هو اكبر من انيس بكام ب 3 يبقى the age of انيس now هيبقى is a
x minus 3 and 4 years ago من 4 سنين البرودكت اوف زير ايجز واز كام واز 18 يبقى انا لازم اجيب اعمارهم من 4 سنين فاتوا يبقى 4 years ago the age of Kamal was 4 and the age of Anis was x minus 3 minus ال 4 اللي هي x minus mean minus 7 هقول لي بقى البرودكت بتاع الاثنين دول كان كام 18 يبقى انا عندي هنا x minus 4 times x minus 7 equal 18 ضمهم يبقى انا عندي هنا x squared minus 4x minus 7x plus 28 minus 18 equal 0 يبقى عندي x squared minus 11x plus 10 equal 0 x minus x minus واضحة ان هي 10 times 1 equal كام equal 0 يبقى ال x minus 10 equal 0 or ال x minus 1 equal كام equal 0 يعني ال x عندي حت equal 10 or ال x عندي حت equal كام حت equal 1 خد بالك لو ال x عندي 1 يبقى ال edge of anise now 1 minus 3 is a minus 2 ما ينفعش يبقى ده كده rejected تمام يبقى هو ده اللي ايه اللي accepted يبقى ال edge of كمال is 10 years old and ال age of Anis is 10 minus ال 3 اللي هي 7 a 7 years a years old وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 9 lesson سهل بردك انا بعتبره extension للequation اللي هي extension للfactorization وبعد ان شاء الله اتممنا للليسون ده يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا يونت 1 كلها اليونت دي انا بعتبرها يونت مهمه جدا جدا في دراستك للماثيماتكس لان هيبقى ديبند عليها ان شاء الله في المستقبل حاجات كتير قوي سواء السنه الجايه او باذن الله في دراستك الثانويه ان شاء الله وبالتوفيق ليكم ان شاء الله